صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك فسان. صباح الخير عليك مصطفى. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير عليك. خليني اسالك الاول قبل اي حاجه عن صديق الطفوله بالنسبه لك، هم فين لسه؟ في بتتقابلوا ولا لا؟ خليني اقول لك الاول ان العالم كله بيحتفل في يوم 30 يونيو باليوم العالمي لاصدقاء الطفوله، وده لانه حاجه مهمه جدا في حياتنا، الحب الغير مشروط اللي ما فيهوش اي مصالح، حاجه كده بريئه بتبتدي معانا. الحقيقه انا ما كانش ليا حظ قوي ان انا اعمل صداقات من الطفوله، يعني طول عمري كانت صداقاتي بتبقى او علاقاتي بالناس سطحيه قوي، انما طيبه. لكن بالصدفه لما بلاقي حد ببعت لي على الماسنجر او يكلمني من مدرسه او الكليه بتبسط جدا، ودغري بسترجع بقى ايام المدرسه والفسحه، وكنا بنلعب ازاي مع بعض، وكنا بنقول ايه مع بعض. بس دي فرصه انك يعني ممكن تلاقي حد ناسياه، عايزه تفتكري حد معين. انا مش ناسيه، بس انا مش شاطره في عمل علاقات قويه ومتينه مع البني ادمين. انما بتبسط قوي، بتبسط قوي ان حد فاكرني وحد بيبعت لي وبيكلمني وبيقول بنشوفك وكده، فبيبقى حاجه حلوه قوي وحاله جميله، بتسترجعي كل الايام بتاعتك القديمه البريئه. صحيح.